من كل قلبي أنا بحبك وأنا آسف. وأنا مش قابلة الاعتذار. جرأة يا باشمهندس، مش لما الأول تدفع تمن الحاجات الكتير قوي 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 اللي عملتها فيا ولا إيه؟ ده أنت حتى بيزنس مان وسيد العارفين، كل شيء وله تمن. أنا مش هضيع وقتكم كتير في الكلام، إحنا نتفرج. نتفرج أحسن صح؟ نيابة هتبعتلك؟ تبعتلي؟ عشان مكالمة الدكتور اللي معاكي. ماله الدكتور؟ هي مش النيابة أصلاً حفظت القضية؟ فعلا بس انا طلبت من المحامي يقدم بلاغ جديد ويطلب شهاده الدكتور ده. طب يعني انت هتفتكر الدكتور هيوافق على حاجه زي دي؟ هدفع له اللي هو عايزه. لا هي مش مساله فلوس خالص يا يوسف، بس انت كده بتضرب الراجل ده في مقتل، وبعدين ده كده هيتشطب من النقابه خالص. ده الباش مهندس يوسف نجيب، جوزي المحترم، قاعد في بيتي في أوضة نومي وعلى سريري مع مين؟ مع أميرة. أميرة دي تبقى أنتمتي وصاحبتي وأكتر من أختي. بالمناسبة نسيت أقول لكم يا جماعة، أميرة دي تبقى مرات أخويا. أنا طلقتها وطلقتها من زمان، الكلام ده قديم. وعملت مع البيت ديل. ياسر موني راحة فين؟ راحة فين يا حبيبتي؟ ده لسه البروجرام هيعجبك قوي، خليكي قاعدة نكمل. يلا نكمل. ده الراجل اللي جوزي اتفق معاه عشان يجي بيت ابويا ويكتفني ويضربني ويطلع يتصور في أوضة نومي علشان طبعا يثبت ان كان في علاقه بيني وبينه. اصل انا نسيت اقول لكم يا جماعه، معلش، روح قلبي حبيبي اللي جاي يعتذر لي قدامكم كلكم النهارده كان عايز يلبسني قضيه زنا. تعالوا نشوف الراجل ومراته كانوا بيقولوا ايه. انا بصيت لك انت يا معفن يا جعر، بتتصور في اوضه ابويا يا اهبل. ما خلاص بقى يا مدام، حرام كده، هو ذنبه ايه؟ ما هو جوز حضرتك اللي قال له يعمل كده. والله العظيم ده اللي حصل، لو كنت اعرف عنكم اي حاجه. حلو قوي الاعتراف ده. كفايه يارا. ايه؟ كفايه؟ كفايه بالظبط؟ ده لسه بدري قوي، لسه بدري. على فكره انت لو وراك مشوار ممكن تروح تعمله وترجع بسرعه، هنستناك. هتلاقينا قاعدين ومتسليين، ومش احنا بس على فكره، مش الناس اللي هنا، لا ده في ناس كتير قوي عماله تتفرج علينا لايف. ولا يا دودو